بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة. فقرتنا النهاردة بتهم السيدات والرجال لأنها بتتكلم عن السمنة الموضعية، خصوصا لو الجسم مظبوط ورفيع وفي سمنة موضعية زي البطن مثلا. كل ده هنعرفه بالتفصيل مع دكتور شاكر يحيى شاكر، أخصائي جراحات التجميل والعناية بالشعر والبشرة. أهلا بك يا دكتور، أهلا بحضرتك. نورتني. الله يخليك. عايزين نعرف يعني إيه تنسيق قوام؟ الحقيقة إن تنسيق القوام أو نحت القوام هو يمكن لفظ جديد انتشر في الفترة الأخيرة ديت، وهو الحقيقة بيهدف إلى إعادة توزيع الدهون اللي موجودة أساسا في الجسم. بنلاحظ دايما إن في أماكن بيبقى فيها سمنة موضعية، ففكرنا إنه ليه ما نشيلش المكان اللي فيه سمنة موضعية ونبتدي نستغل الدهون ديت إن إحنا نشكل بيها الجسم بشكل أفضل. حلو جدا. فابتدينا دلوقتي ناخد نعمل شفط للدهون من مناطق معينة، ثم نستغل الدهون اللي بناخدها ديت إن إحنا نرسم الجسم نحقنها في أماكن تانية. والحقيقة الموضوع ده مر بمراحل كتير يعني في الفترة الأخيرة ديت، بداية من شفط الدهون التقليدي أو العادي، مرورا بالأجهزة الجديدة اللي بتبتدي تشد كمان الجلد في المكان اللي إحنا شفطنا منه الدهون، زي أجهزة الفيزر وأجهزة الجي بلازما. كل الكلام دوت فعلا بقينا نوصل لنتائج جميلة جدا، وبدنا نقدر نرسم الجسم وننحت القوام بالشكل اللي احنا عايزينه. حلو. طب ده بيحصل لأي جسم ولا جسم معين؟ لا، الحقيقة احنا ممكن أي جسم عنده سمنة موضعية وفي كمية دهون خارجية أو تحت الجلد، لأن في دهون تاني بتبقى موجودة تحت العضلات، ده ابتدينا نقدر ان احنا نعمل له عمليات تشكيل القوام أو تنسيق القوام. بس حضرتك بتقول سمنة موضعية، يعني ما ينفعش حد اوفر ويت يعمل العمليات دي؟ يمكن دي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها بشكل أوضح. الحقيقة أن عمليات نحت القوام هي مش بتهدف أبدا للتخسيس، أو أنا مش بيبقى هدفي لشكل الجسم بالظبط. أنا فكرتي أن أنا بنحت القوام أوصل لجسم متناسق بدون النظر خالص لموضوع الوزن، لأن الوزن هو ليه طرق تانية وليه عمليات تانية أو إجراءات تانية غير خالص موضوع نحت القوام. إحنا نقدر نوصل بالدهون الموجودة وبالوزن الموجود إلى شكل يدينا الشكل اللي المريض عايزه أو العميل. أنا بحبش أسمي دايما مريض يعني شفط الدهون أو نحت القوام. هو حد جاي يعمل حاجة تجميلية بالزبط بجسمه، يعني ممكن يكون مريض. جسمه كويس ورفيع بس في مكان بالظبط، وهو ده حتى أنا بحب يعني قوي أدقق فيه، وببقى نفسي أفهم الناس أكتر إن الموضوع مش عملية ضخمة وعملية كبيرة جراحية. وفيها لا احنا عايزين لا الموضوع نوضح ده. أبسط. يعني إجراءات العملية إيه؟ بتاخد وقت قد إيه؟ الفتحة بتاعت العملية يعني مثلا لو البطن، هل فعلا من البطن للبطن زي القيصرية؟ لا، دي حاجة تاني خالص. يعني الفتحة اللي من الناحية اليمين للناحية الشمال يعني أو من عظمة الحوض اليمين للشمال، دي عمليات اسمها شد البطن، ودي بتبقى محتاجة أن يبقى فيه ترهلات جامدة جدا مش هتقدر أن أنا أحسنها بشفط الدهون. إنما الحقيقة أن شفط الدهون هو إجراء بسيط لو خدنا الاحتياطات بتاعته. بمعنى إيه؟ أن لازم الـ العميل اللي جاي هيعمل شفط الدهون أو نحت القوام، أول حاجة خالص لازم نطمن على صحته العامة، يعني ما يبقاش عنده أنيميا، ما يبقاش عنده سيولة في الدم، ما عندوش أي بالتحاليل بالظبط، ما عندوش أي أمراض مسحبة ل ل ل ل يعني ما عندوش أي مرض مزمن مثلا أو حاجة. لو الأمور دي بسيطة، دي أول خطوة في إن الموضوع هيبقى إجراء بسيط ما فيهوش أي مشاكل بعد العملية. تاني حاجة، لو إحنا بنختار صح الطبيب الصح اللي فاهم العملية صح، مش أي حد، لأن دلوقتي خلاص بقى الموضوع بيعتمد على آلات وأي حد بيعمل العملية دي. لازم يبقى في ثقة في الدكتور بالظبط، لازم تختاري حد هو متخصص أصلا في الموضوع. بيتم إجراء عملية شفط الدهون أو نحت القوام عن طريق فتحات دقيقة جدا، بنختارها في أماكن للجسم حسب طبعا طبيعة كل حالة. إحنا بنختار الفتحة الدقيقة اللي في المكان اللي توصلني لأكبر كمية من الدهون. وبالتالي الفتحات الدقيقة دي بتبقى عاملة زي فتحات المنظار مثلا، حاجة صغيرة يعني عقلة صباع جدا أقل كمان، لدرجة إن إحنا ساعات مثلا ما بناخد لهاش غرزة، بنسيبها مفتوحة بتلم بسرعة جدا. وحتى أثرها بعد العملية بتبقى يا دوبك يعني زي نقطة مثلا أو حاجة، وبتروح كمان بالكريمات. بنتم من الفتحة ديت بقى بنقدر ندخل تحت الجلد. جهاز شفط الدهون ده بالظبط عامل زي القلم او حاجه، بس طويل شويه يعني. هو دقيق جدا. نبتدي نخش تحت الجلد،
نشفط كل كميه الدهون طبعا بعد ما بنحقنها مواد معينه تسهل خروجها من العمليه. تسيحها شويه زي شافت كده. تسيحها وتخليها تطلع اسرع من كده. وبالتالي بتطلع الدهون ديت، والمكان دوت تماما بيتم بنشيل خالص منه كميه الدهون اللي موجوده ما بين الجلد وما بين العضله اللي موجوده تحتيها. طبعا الناس دلوقتي هتتخيل يعني طبيعي جدا انا فضيت المكان من الدهون، طبيعي ان الجلد هيترهل، وهو ده انا بحكي لحضرتك عليه، ان هو في البدايه كان موضوع شفط الدهون التقليدي هو كده. انما دلوقتي بقى مع وجود جهاز مثلا زي الفيزر، والفيزر ببساطه بس عشان الناس تبقى فاهمه هو بيعمل ايه. الفيزر عباره عن موجات صوتيه وحراره ببساطه يعني، من غير الدخول في تفاصيل الجهاز ببساطة يعني، ببساطه عشان يفهموها المشاهدين. نفس الفتحه الدقيقه دي انا بدخل منها جهاز برده نفس شكل الرفيع الطويل دوت، بيبتدي يطلع حراره وموجات صوتيه. موجات صوتيه دي الحقيقه بتساعدني ان انا اوصل لدهون موجوده في اماكن بعيده مش هقدر اوصل بيها بجهاز شفط الدهون. هي بتسيحها وتنزلها بالظبط. النبضات اللي بتطلع دي بتخلي الدهون كلها حتى البعيده تبتدي ايه تطلع، وكمان الدهون اللي بين العضلات اللي ما كنتش بقدر اوصل لها قبل كده بالشفط هي بتبتدي تسيح فبتطلع معايا. والحراره اللي بتنتج تحت الجلد ديت بتخليني بقى لما بشفط الدهون واطلعها بقى بعد كده الجلد بيلزق مكانه، فنسبه الترهل بتبقى قليله جدا. بيلزق مش بينزل. هو بيتشد لان الحراره اللي موجوده تحتيه بتشد. حلو جدا. فانا بعد ما بدخل الجهاز بتاع الفيزر وابتدي خلاص كل الدهون عملت كل الموجات الصوتيه بتاعتي ديت، نفس الفتحه دي خلاص بقى بطلع جهاز الفيزر وظيفته انتهت كده، وابتدي ادخل بقى بالايه بجهاز الشفط العادي جدا القديم اللي كنا بنستخدمه اللي هي كانيولات الشفط العاديه. يعني على طول بقى انا اول ما بحط الجهاز كل الدهون دي اصلا بتطلع معايا بالظبط كانها سائل لونه اصفر زي الجل كده اهو بالظبط، بيطلع معايا بسرعه جدا. النتيجه بتبقى ممتازه جدا بعد الفيزر، ومن كتر ما احنا بنقدر نشد الجلد والنتيجه حلوه. احنا دلوقتي خلاص حتى للرجاله بنقدر نقسم له العضلات بتاعه البطن السكس ويكس اللي بتبقى صعبه جدا انها تيجي حتى بالرياضه وكده، بنقدر من كتر بقى ما انا بقدر اشد الجلد في الاماكن ديت بقدر ابين ابرز الست عضلات ديت بتبقى موجوده بتبقى شكلها حلو جدا بالنسبه للرجاله. النتيجه العميل بيلاحظها بعد قد ايه؟ شوفي انا عايز اقول لحضرتك بس اولا ان بعد الاجراء دوت، الاجراء ده اولا ممكن يتعمل بنج موضعي. يعني شوفي قد ايه بساطه الموضوع. ممكن بنج موضعي، ممكن بنج نصفي، ممكن بنج كلي لو حد بيخاف مثلا او بيبقى قلقان من اوضه العمليات او بيعمل اكتر من مكان. ممكن تعمل اكتر من مكان في وقت واحد. هو ممكن بس الحقيقه ده هيعتمد على تحاليل العميل الاول، لان احنا ممكن نعمل اكتر من منطقه وفي نفس الوقت، بس دايما احنا بنحب نخلي عمليه شفط الدهون دي حاجه اجراء بسيط. اللي بيعمل العمليه دي يومين وبيبتدي يمارس حياته عادي جدا وبينزل شغله وحياته وبيته وكل حاجه. لو عملنا اكتر من منطقه لا، هو ممكن مثلا نطول شويه فتره النقاهه اللي بعد العمليه دي ممكن توصل لاسبوع، انما ينفع احنا بينفع وبنعمل اكتر من منطقه. بس فيش حاجه اسمها نحت قوام الجسم كل مره. حد اوفر ويت فينحت القوام بالظبط. هي الفكره ان انا ممكن اشفط كميه دهون من منطقه واحده وابين ان بقيه المناطق اتشفطت بس من غير ما اعمل فيها شفط دهون. بمعنى ايه؟ يعني انا ممكن مثلا لو مثلا عندي سيده مثلا بتعاني ان الثدي بتاعها صغير وهي عايزه تبتدي تعمل نحت قوام، اولا انا كوني اشفط بس من البطن واعمل منطقه الويست ديت اصغرها. ده في حد ذاته بيدي شكل للثدي اكبر من غير ما اعمل فيه اي حاجه، لان انا صغرت المنطقه اللي تحتيه. فالجزء هيبان بالظبط فبقى بارز اكتر او بقى شكله اكتر. فانا كده لسه ما جيتش عنده خالص. كمان بقى انا لو حبيت احقن له كميه من الدهون اللي انا خدتها ديت بيبقى الموضوع رائع جدا، بيبقى نتيجه حلوه جدا. ففعلا دايما عميل الشفط الدهون او نحت القوام بيبقى مبسوط من النتيجه، لان هو اولا مش بيتعب بعد العمليه طالما واخدين الاحتياطات اللي قلنا عليها ديت. لازم بيلبس كرسي بعد العمليه مخصص لشفط الدهون مش اي كرسي كده. طب هنرجع للنقطه دي يا دكتور، بس معلش معانا مداخله. سماحه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعلي صوتك. كنت عايزه اسالك يا دكتور، هل بقى العمليات دي ملهاش اي اثار جانبيه؟ وهل بقى العمليات دي ممكن تنفع مع اي وزن؟ كمان هل العمليات دي تلغي بقى عن الرياضه وممارسه اللي بيروح جيم او بيمشي او بيعمل دايت؟ يعني اي حد بقى جسمه مضايقه خلاص انا هنزل النهارده اشيل من هنا احط هنا والدنيا بقت تمام. ليكي سؤال تاني يا سماح؟ لا شكرا يا فندم. طيب اتفضلي اسمعي الدكتور.
لا هو الحقيقه انا عايز ابتدي بقى اسئلتك يعني بالعكس. هو صراحه لا طبعا مفيش حاجه في الدنيا اصلا صحيه ولا دايمه زي الرياضه. هي الرياضه هي اساس كل حاجه، وبالمناسبه هي عمليه تنسيق قوام او عمليه شفط الدهون. هي عمليه انا لو ما حافظتش عليها بعد كده بالرياضه هي هترجع ونظام تاني غذائي طبعا، الجسم يرجع يبوظ تاني. صح. انا عملت تنسيق للجسم ووصلته للشكل المطلوب، احافظ عليه، لازم احافظ عليه. احافظ عليه ازاي؟ بالرياضه. نظام غذائي، ايوه برياضه، بدايت، يعني لازم ابقى محافظ بقى على اللي انا عملته. فدي نمره. يمكن نقطه الوزن انا كنت اتكلمت لسه عليها فيها. يعني وقلت عليها، انما حقن الدهون وشفط الدهون هي اجراء بسيط جدا. معلش يا دكتور، يمكن هي بتقصد من كلام حضرتك، حضرتك قلت بناخد الدهون دي وبنستخدمها، فممكن هي ممكن نستخدمها مثلا في الوش، طبعا يعني مش لازم اخدها من هنا احقنها في مكان، ممكن في ابسط حاجه في الوش، في الخدود، في، بصي صح كده؟ الدهون دي ممكن نستخدمها بنحقن بيها كذا مكان، بدايه من الوش عشان نداري بيه كل التجاعيد وتقدم السن والكلام دوت، او واحده عملت دايت جامد جدا، يمكن منتشر قوي دلوقتي العمليات بتاعت التكميم وتدبيس المعده والحاجات دي، والمريض بينزل بال 20 و25 ما كيلو، شاء ده الله، بيأثر طبعا جامد على الوش. على الوش، فبالتالي بيبقى محتاج ان احنا نملى وشه او نرجعه زي ما كان. والحقيقه احلى حاجه هو الدهون، لان هي دي اللي ربنا خلقها. صح. ربنا خلق ايه هنا؟ خلق دهون. ممكن احنا نحقن فيلر، ممكن نحقن اي مواد بس تاني دي دهون الجسم بالظبط، نفسها. دي الدهون الذاتيه، ودي اللي ربنا خلقها في المكان واحنا بنعيدها تاني في المكان. تمام. في اماكن كتيره جدا لحقن الدهون، اولا الثدي، المؤخره، اللي في الايدين بيدي نتيجه ممتازه وفي وقته. بنستخدمها. هنرجع طبعا تاني، بس طبعا. معانا اتصال. ليلى اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اهلا وبركاته. بك يا استاذه. اتفضلي، اهلا وسهلا. لو سمحت حضرتك عايزه بس اتواصل مع الدكتور. اتفضلي انا الدكتور عندي معاك. سؤال. اتفضلي. اتفضلي. ايوه حضرتك، انا عندي يعني مليانه شويه من المؤخره ومن بطني، انا عندي حوالي 40 سنه. فبعمل ريجيم بس في البيت يعني مع نفسي، وما بخسش، وعندي مامتي كبيره يعني ست كبيره عندها حوالي 65 سنه، فهي فكرت انها تعمل شفط الدهون ده، بس هي خايفه. هل مثلا شفط الدهون ده يجوز مثلا لواحده ست كبيره؟ دي مامتي انا يعني. تمام، ليكي سؤال وانا تاني. انا ينفع اعمل شفط دهون؟ انا عندي حوالي 40، لسه ما تمتش ال 40، من غير ريجيم ولا لازم اعمل ريجيم؟ طيب ليك سؤال معايا يا دكتور؟ لا تمام. طيب ليك سؤال تاني يا ليلى؟ لا شكرا يا فندم. طيب اتفضلي يا حبيبتي. طيب انا هبتدي بوالدتها، يعني ربنا يديها الصحه طبعا. انا نفس الكلام اللي قلته في بدايه الحلقه، انه انا لو كل التحاليل عندي انا عاملها مظبوط، الدنيا كلها تمام، مفيش اي امراض مزمنه تعوق العمليه، مفيش اي مشاكل في التحاليل اللي عندها، طبعا تقدر تعمل العمليه، وممكن نعملها بنج موضعي زي ما انا لسه قايل، مش هيبقى في اي خطوره عليها خالص. تمام. فدي ده حاجه يعني هي ممكن تتعمل لكبار السن ما دام التحاليل كويسه. طبعا طالما التحاليل كويسه وكل الروتين اللي انا بعمله ده طلع ممتاز وتمام، مفيش مشكله. حتى لو في مشكله، يعني برضو انا عايز اوضح نقطه، ان حتى لو في مشكله، يعني افرض واحده عندها انيميا، مفيش مشكله، احنا ممكن نعالج الانيميا وكده نعمل العمليه، ادي كل فكر. ماشي. دي حاجه. تاني حاجه بالنسبه لها، هي طبعا هي بتتكلم على سمنه موضعيه، وهو ده اصلا اللي اتعمل له عشانه شفط الدهون. صح. فطبعا شفط الدهون بيبقى ممتاز جدا في اماكن السمنه الموضعيه، وهنا احنا مش بنحدد مكان، اي مكان في الجسم في سمنه موضعيه بنعملها. نقدر نعمل فيه ونشكله ونعمله ونعمل فيه تحسين جدا للشكل. حلو. ودايما لازم برضو اكد تاني عليها، لانها بتقول لي بعمل دايتو في البيت وكده ومش بخس. هي يعني انا دايما مش مع فكره الدايت اللي في البيت ده، يعني في دكاتره متخصصه متخصصين يتابعوها بالظبط. ناس كتيره قوي بتحرم نفسها من الاكل، عمرها ما هتخس. صح. هي خلاص مفيش معدل خالص للحرق، فخلاص هي مش هتخس، هتفضل بنفس الوزن. لا كمان ممكن بقى تعاني من تساقط شعر وتحس ان وشها لانها مش بتخس مظبوط مع دكتور متخصص. بالظبط. انما هي لو بتخس مظبوط مع دكتور، اولا ممكن المنطقه دي تخس يعني، بس هي لو اتبعت نظام صح مع دكتور متخصص في التغذيه. ثم بقى لو هي خلاص وصلت للوزن اللي هي عايزاه، وخلاص برضو المنطقه دي لا زالت كتكوين وراثي او كجينات، خلاص هي تركز الدهون عنده كله في المنطقه ديت، لا احنا ممكن بقى نتدخل باجراء بسيط زي ما انا بقول. وطبعا 40 سنه دي لسه يعني طبعا صغيره لسه. صح. يعني وممكن بالرياضه ونظام غذائي وكده تنزل، بس هي دايما الرياضه خلاص طالما هو الموضوع في سمنه موضعيه في مكان معين،
هي الرياضه هتنزل الجسم تنزل كله. الجسم، ممكن بعد كده نستخدم بقى نحت بالظبط، احنا بقى نحت نعمل القوام. نحت القوام في المنطقه طيب دي. دكتور نورتني، ربنا يخليك. شكرا. للاسف شكرا. الفقره انتهت، وكنا عايزين نعرف ان معلومات شاء اكتر الله من ربنا حضرتك، بس ان يخليك شاء الله لينا لقاءات تانية مع بعض باذن الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، فاصل وراجعين تاني.